التقى الرئيس جمال عبد الناصر لقاء تاريخيا بالشعب العربي في القاهرة. فقد خرج الرئيس جمال عبد الناصر من داره ليتكلم في المؤتمر الشعبي الذي أقامه الاتحاد القومي في ميدان الجمهورية عن الحركة الانفصالية التي قامت في سوريا وقام بها فئة من الرجعيين وعملاء الاستعمار. كان لقاء الرئيس مع الشعب في شوارع القاهرة صورة رائعة من الحب والولاء والتجاوب بين القائد والشعب المؤمن بقوميته ومبادئه. وسط هذه المظاهر الخلابة وصل الرئيس إلى مبنى الاتحاد القومي بميدان الجمهورية، واستقبل سيادته عند وصوله نواب الرئيس ووزراء الإقليمين. وأطل الرئيس من شرفة المبنى على الجماهير المحتشدة في الميدان والتي كانت تمثل جميع الطوائف والهيئات والطلبة السوريين في القاهرة، فارتفعت هتافاتهم تشق عننا السماء تحيي الرئيس وصحبه الأبرار وتهتف بسقوط الخونة والعملاء. وكان الرئيس يحيي الشعب العربي الوفي المؤمن برسالته. وصحب الرئيس في هذا اللقاء المشير عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة والفريق جمال فيصل قائد الجيش الأول. تكلم السيد كمال الدين حسين نائب رئيس الجمهورية فقال إن الشعب العربي المكافح المؤمن استجاب إلى دعوة الحق واندفع في زحفه المقدس ليبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة ويحقق ما آمن به من وحي ربه ومن وحي ضميره ومن وحي تاريخه ونضاله. ثم قدم إلى جموع الشعب الرئيس جمال عبد الناصر. أن أكون معكم وجها لوجه في هذه الظروف المؤلمة التي تمر بها الأمة العربية. إنكم أيها الإخوة جميعا تعرفون ما حدث اليوم الذي بدأ بالتمرد صباح أمس. هذا اليوم انتهى بالخيانة في الليل، تمرد في الصباح، ثم محاولة لحل وسط. كان هذا أمر واضح كل الوضوح لينا. التمرد في الصبح والبيانات اللي اتقالت الصبح كانت تدل على أن هذه الحركة الانفصالية الرجعية إنما تعمل من أجل الرجعية ومن أجل الاستعمار. قلت في حديثي لكم بالأمس صباحا إن البيان الثاني يدل على هذه الاتجاهات. ماذا حدث بعد هذا؟ كانت قوة صغيرة هي التي بدأت التمرد، ولكن أرادوا أن يضللوا، أصدروا البيانات على أن مطالبهم تختص بالجيش وعلى أنهم يريدون حلا وسطا. غيروا صيغة البيانات السياسية التي صدرت في الصباح إلى بيانات أخرى تقول إنهم يحاولون حل بعض المطالب التي يطالب بها الجيش. وقطعا كان من الواضح لأي واحد عنده ذرة من الفهم أن هذه العملية هي عملية تمويه وهي عملية كسب وقت. وقد قلت بالأمس أيها الإخوة المواطنون إنني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أقبل حلا وسطا، لا يمكن أن نساوم على جمهوريتنا.